تحسباً للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، وقبيل انطلاق حملتها الانتخابية في حدود منتصف شهر أغسطس الجاري، يراهن المنظمون على توفير كافة الإمكانات البشرية والمادية ضماناً للسير الحسن للعملية الانتخابية. اليوم وصلنا إلى نهاية عملية مراقبة قاعات الحملة المخصصة للحملة الانتخابية عبر كافة ربوع ولاية قسنطينة وبلديتها 12، حيث سجلنا جاهزية أغلبية القاعات من ناحية الأماكن المخصصة للضيوف وكذلك للمواطنين. ولاية قسنطينة على غرار باقي ولايات الوطن سخرت 44 قاعة وفضاء لتسويق برامج المترشحين للرئاسيات من خلال الاستهداف المباشر للناخب المحلي. كما تشوفوا انتم القاعة مجهزة بكل الوسائل الضرورية من صوت وإنارة، نظافة، مقاعد، يعني كل ما يطلبه من الإرشادات اللي تبعت هذا الحملة الرئاسية. دار ثقافة ملك حداد مجهزة من كل المستويات والنواحي، يعني بعيدا عن القاعات، قاعات العرض مجهزة بأحدث التقنيات الصوتية وضوئية وأيضا فيديو وما إلى ذلك. للإشارة، يعمل المنظمون على توفير المرافق العمومية على غرار المؤسسات التربوية الخاضعة لعملية التهيئة حتى تكون جاهزة في الوقت المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية.